حكم تقاضي راتب التقاعد مشروع. راتب التقاعد يا بني من جنس التأمين الاجتماعي، والتأمين الاجتماعي مشروع في الجملة، لأن غايته ليس الاسترباح والاستثمار، غايته الكفالة والرفق والتعاون. الرفق بالموظف إذا كبر سنه وضعفت بنيته وأصبح غير قادر على العمل، وفاء له بشبابه الذي أبلاه وعمره الذي أفناه في خدمة هذه المؤسسة.